بسم الله الرحمن الرحيم. انا كريم السيد الطنطاوي، خريج كليه الحاسبات والمعلومات جامعه المنصوره، وده مشروع تخرج من دبلومه الداتا ساينس تابع مركز ابسلون مع الباشمهندس اسلام. فكره المشروع اللي احنا بنتنبأ بيه التكاليف الطبيه بناء على اول حاجه السن، بعد كده النوع ذكر او انثى، وبعد كده البي ام اي اللي هو البادي ماس اندكس، وبعد كده عدد التشيلدرن المتضمنين في التامين الصحي، وبعد كده هل الشخص ده مدخن ولا لا، والمنطقة اللي ساكن فيها في الولايات المتحدة. فاحنا هنا اول حاجة استدعينا المكتبات اللي هي النمباي والبانداز والمات بولوتليب والسيبور، بعد كده بنستدعي الداتا سيت، بعد كده بنعمل الداتا اناليسز. اول فانكشن بنستخدمها اللي هي الانفو، دي بنستخدمها عشان تبين لنا مجموعة من المعلومات عن الكولومنز، فهي بتورينا في اول حاجة اسم العمود، وبعد كده عدد الفاليوز الموجودة فيه، وآخر حاجة اللي هي نوع العمود. تاني فانكشن ديسكرايب بتبين لنا مجموعة من الإحصائيات عن النوميريكال كولومنز زي الكاونت والمين والستاندرد ديفيشن والماين والماكس. بعد كده هنا بنوضح متوسط التشارجز لكل نوع، فمن الواضح ان متوسط التشارجز بتاعت الميل اكتر من الفيميل. هنا برضو بنوضح متوسط التشارجز بالنسبة للسموكرز، فبرضو واضح هنا ان التشارجز بالنسبة للسموكرز اكتر بكتير من النون سموكرز. وهنا بنوضح متوسط التشارجز بالنسبة للريجون، فمن الواضح ان الساوث ايست هي اكتر منطقة في متوسط التشارجز. هنا بنوضح متوسط البادي ماس اندكس بالنسبة للنوع، فمن الواضح ان الميل اكبر من الفيميل. وهنا برضو بنوضح متوسط البادي ماس اندكس بالنسبة ليه هل هو مدخن ولا لا، فهو تقريبا السموكر زي النون سموكر او السموكر بيكون ازيد شوية. بعد كده بنوضح الفيجواليزيشن، اول حاجة نبدأ بالنوميركال فيتشرز اللي هي الاتش والبي ام اي والتشارجز. اول حاجه بنستخدم الديست بلوت علشان نوضح الديستريبيوشن بتاع كل من الايدج، فمن الواضح ان معظم الايدج بيكون 20 سنه او 40 سنه. وهنا برضو بنوضح الديستريبيوشن بتاع البي ام اي، فمن الواضح ان معظم البي ام اي بيكون متراوح من 25 ل 35. وهنا برضو بنوضح الديستريبيوشن بتاع التشارجز، فمعظم التشارجز بتكون من 1000 لحد 10000. هنا بنوضح العلاقة ما بين البي ام اي وكمية التشارجز، ومن الواضح ان العلاقة طردية. وهنا برضو بنوضح العلاقة ما بين التشارجز والسن استخدام الجوينت بلوت. بعد كده بين الفيجواليزيشن بتاع الكاتيجوريكال فيتشرز اللي هي زي السكس عدد الشيلدرن وهل هو سموكر ولا لا والريجون. اول حاجه بنستخدم الكاونت بلوت مع الكرومن 6، فمن الواضح ان عدد الذكور بيساوي عدد الاناث. وهنا ضفنا اللون اللي هو سموكر، بحيث اللون الازرق بيمثل السموكرز واللون البرتاني بيمثل النون سموكرز. وهنا برضو استخدمنا الكاونت بلوت مع كل من الشيلدرن، الغالبية ما يكونش موجود اطفال، واللي بعد كده ان يكون طفل واحد مشتمل في التأمين الصحي. هنا بنستخدم الكاونت بلوت برضو مع الشيلدرن، بس ضفنا السموكر. هنا الكل من الازرق بيمثل السموكرز والبرتاني برضو بيمثل النون سموكرز لكل كاتيجوري. هنا استخدمنا الكاونت بلوت مع السموكرز، ومن الواضح ان عدد النون سموكرز اكتر بكتير من السموكرز. وهنا الكاونت بلوت مع الريجون، من الواضح ان الساوث ايست هي اكتر منطقة، تقريبا الثلاث مناطق التانيين زي بعض. هنا بقى نستخدم البوكس بلوت للسكس مع الشارجز، ومن الواضح ان الميلز تدفع تشارجز اكتر من الفيميلز.
وهنا بنستخدم البوكس بلوت ليه السكس مع التشارجز، بس ضفنا هنا الهيوم السموكر. الأزرق بيمثل السموكرز والبرتاني بيمثل النون سموكرز. هنا بنستخدم البوكس بلوت للتشيلدرن مع التشارجز. من الواضح ان اللي عندهم طفلين، اللي موجود طفلين مشتملين في التأمين الصحي، هي اكتر ناس بتدفع تشارجز. وهنا بنستخدم البوكس بلوت للسموكر مع التشارجز. ومن الواضح ان السموكرز هما اللي بيدفعوا تشارجز اكتر من النون سموكرز. وهنا الريجون بنستخدم برضو البوكس بلوت للريجون مع التشارجز. ومن الواضح ان الساوث ايست هم اكتر ناس بيدفعوا تشارجز، اكتر منطقة بيكون فيها تشارجز، واقل منطقة هي الساوث ايست الساوث ويست. بعد كده بنعمل داتا بري بروسيسنج. اول حاجة بنستخدم الفانكشن ديسكرايب عشان نشوف المينيمم لو في values بالسالب او values بتساوي الصفر، فهنا الداتا مش محتاجة تعملها كليننج. بعد كده بنشوف النال فاليوز، ومن الواضح ان مفيش هنا ميسنج فاليوز خالص. بعد كده عندنا تلاتة كاتيجوريكال كولومنز اللي هو السكس والسموكر والريجون. من الواضح ان كلهم نومينالز، عشان كده هنستخدم الفانكشن جيت دامز عشان نحولهم لنوميريكال، لان الماشين ليرنينج بيحتاج ان الكولومنز كلها تكون نوميريكال. بعد كده بنقسمها ل اكس واي. الاكس اللي هو الاندبندنت فيتشرز والواي ديبندنت فيتشرز. الاكس هتكون كل الكولومنز ما عدا التشارجز لان دي اللي احنا بنتوقع بيها، والواي هتكون التشارجز. بس هنا نعمل اول فيتشر سيلكشن باستخدام الامبيدد ميثود. اول حاجه عملنا متغير خزننا فيه كل الكولومنز، وبعد كده استدعينا هنا الراندوم فورست ريكرسور و سيلكت فروم موديل كلاس. بعد كده اعمل اوبجكت من الكلاس الراندوم فورست ريكرسور، واعمل برضو اوبجكت من الكلاس سيلكت فروم موديل، وهديله هنا الاستيميتور هيكون الاوبجكت ار اف ار اللي احنا عاملينه من الكلاس راندوم فورست ريكرسور. بعد كده اعمل فيت باستخدام السيلكتور، وهنا بنحدد الاندكسز بتاعت اهم الفيتشرز. الاندكس 0 1 و 4، ودي الفيتشرز المهمه اللي هي الايدج والبي ام اي والسموكرز. وبناء عليها نحدد الاكس هتكون الايدج والبي ام اي والسموكر اندر سكور اس، والواي الحاجه اللي بنتبع بيها هتكون التشارجز. وبعد كده عملنا قسمنا لترين تيست سبليت، هيكون 20% تيست و 80% ترين. بعد كده عملنا فيتشر سكيلينج باستخدام الستاندرد سكيلر. وهنا بنستدعي كل الجوريزمات الريجريشن زي اللينير ريجريشن والكينيرست نيبر ريجريسور والاس في ار والديسيشن تري ريجريسور والراندوم فورست ريجريسور والاكس جي بوست ريجريسور. وهنا استدعينا المتريك اللي هي المين سكوير دير. وهنا عملنا فور لوب بتلف على كل المودلز وبتحسب الار سكوير والمين سكوير ار. فمن الواضح هنا ان الكي ان ان ريجريسور هو اعلى حاجة لانه مطلع تيست سكور ب 85% ومطلع اقل ار اس ار ام اس اي، فهو ده اللي هنختاره. وهنا بنوضح الواي بريد والواي تيست. بعد كده هعمل سيف لي الموديل، هحفظ ملفين الموديل دوت اتش 5 ده بخزن فيها الموديل، والسكيلر دوت اتش 5 بخزن فيها السكيلر. وهنا بعمل سنجل بريدكشن. اول حاجه بوضح الكولومنز اللي هي الايدج والبي ام اي والسموكر. وهنا بنجرب بتست داتا، هنحط الايدج ب 33 والبي ام اي ب 28.8 والسموكر هنحط واحد يعني مدخن. وهنا بعمل سكيلنج للقيم دي. بعد كده بعمل فاليديت. بعد كده عملنا ديبلوي للموديل باستخدام الفلاسك على الهيروكو. اول حاجه هنحدد اللي هو سموكر، هنحط الايدج 18 سنه والبي ام اي 28. نعمل بريدكت
دلوقتي بس بيحمل. نفتحه تاني. سموكر 18 سنة 28 بريدكت ديوكي ميتل تشارلز. ده كان أول مشروع. المشروع التاني اللي احنا بنعمل سكرابنج للويب سيرفيس بتاعت رادت، بتاع موقع رادت. هو عبارة عن لستة فيها مجموعة من الديكشنريز لعدد الكومنتس والسنتيمت والسنتيمت سكور والتكر. اول حاجه بنستدعي الريكوستس وجيسون والسيكوالايت ثلاثه، وعملنا متغير اسمه ريسبونس بيساوي ريكوستس دوت الميثود جيت، وبنديها اللينك بتاع الويب سيرفيس. لو جينا نشوف نوع المتغير ريسبونس ده هنلاقي سترينج، فاحنا هنستخدم جيسون عشان نحولها لليستة من الديكشنريز زي ما موجودة هنا في الحقيقة. فهنقول متغير اسمه رادت داتا بيساوي جيسون دوت لود، وهنبص لها المتغير ريسبونس. فهنا جابت لنا الداتا على شكل ليستة من الديكشنريز. بعد كده قبل عملنا داتا بيز اسمها رادت، فيها اربع مواد، واحد ل عدد الكومنتس، والتاني للسنتمنت، والتالت ليه سنتمنت سكور، والرابع للتكر. وهنا بعمل كونكشن مع الداتابيس اللي اسمها رادت، وهنا بعمل سيكوال هيساوي انزيرت في التيبل اللي اسمه بوستس للعمويد اللي هي نمبر اوف كومنتس والسنتمنت والسنتمنت سكور والتكر الفاليوز اللي هتبقى تحت. هنا فور لوب بتلف على الليست اللي فوق دي بحيث كل مرة هيكون ديكشنري، واخد كل قيمة متخزنة في كل كي واحطها في متغير. القيمة اللي في الكي اللي اسمه نون كومنتس هنحطها في متغير اسمه نون كومنتس، وهكذا. وهنا عملت متغير اسمه داتا بيتكون من ليست فيه مجموعة المتغيرات اللي انا خزنت فيها الداتا. بعد كده هعمل اكسكيوت باستخدام جملة السيكول دي والداتا اللي انا جبتها من الويب سيرفيس، واعمل كوميت وفي الاخر كلوز. فالداتا هتتخزن في الداتابيز بالشكل ده. بعد كده عملنا اكسبورت تو سي اس بي، قرأتها تحت هنا باستخدام البانداز، وعملت عليها شويه اناليسز. اول حاجه بالفانكشن اللي اسمها انفو عشان توضح معلومات عن الكومنز زي اسم العمود وعدد القيم الموجودة فيه ونوع كل عمود. وهنا الـ function describe بتبين الإحصائيات بتاعت الـ numerical columns زي الـ count والـ main والـ standard deviation والـ minimum. وهنا في السلة دي بنوضح متوسط السنتيمتر سكور لكل تيكر، اللي هو الأولاني بـ 4% والتاني بصفر، اللي بعده بصفر واللي بعده بـ 2%. وهنا بوضح متوسط عدد الكومنتس لكل تيكر، الاولاني عدد الكومنتس ليه 3 واللي بعده 1 وهكذا. وهنا مع شويه فيجواليزيشن باستخدام السيبور، اول واحد باستخدام الديست بلوت بوضح الديستريبيوشن بتاع السنتيمتر سكور. من الواضح ان معظمه بتروح من الصفر ل 25%، وبوضح الديستريبيوشن هنا بتاع عدد الكومنتس. ومن الواضح ان معظمها بتتراوح من كومنت واحد لاربع كومنتات. وانا بوضح العلاقه ما بين عدد الكومنتس والسنتيمتر سكور، تقريبا ما فيش علاقه. وهنا باستخدام الكاونت بلوت بوضح عدد السنتيمتر، ومن الواضح ان البولش اكتر بكتير من التاني. شكرا.